دلوقتي هنتعلم الحروف الأبجدية الألمانية داس ألفابيت، وهي تشبه الحروف الإنجليزية مع اختلافات بسيطة في النطق. أنا مش عايزك تركز في اسم الحرف قد ما تركز في طريقة نطق الحرف جوه الكلمة. أول حرف اللي هو بالإنجليزي اسمه A، بالألماني اسمه A. هو بالألماني منطقي أكتر من الإنجليزي، لأنك في الإنجليزي بتقول أبل ما بتقولش أبل، فهو مش A هو A. حتى أغلب اللغات اللاتينية بتقول عليه A. أمثلة أبفل يعني تفاحة، لكن لو الحرف الآ جه فوق منه نقطتين بقى اسمه أوملاوت، يعني ده آ أوملاوت، بيخلي الحرف يتنطق فاتح شوية، فبنقول أبفل. ده هنا أبفل لكن هنا أبفل. وحرف الآ لو جه بعد منه أو اللي هو يو بالإنجليزي بيتنطق أو، يبقى الكلمة دي بتتنطق أوتو. نفس الكلام هنا، دي بتتنطق ماوس. لكن لو حرف الآ فوق منها أوملاوت وجه بعد منها أو بتتنطق أوي، يبقى الكلمة دي بتتنطق مويزي. لاحظ ان انا بنطق الكلمة زي ما بكتبها بالظبط، يعني حرف الـ A اللي هو E بالانجليزي حرف الـ A نطقته، بعكس في الانجليزي ما كنتش بنطقه كنت بقول ماوز، لكن بالالماني هنطقه هقول ماوزي. ندخل على الحرف اللي بعده، حرف الـ B، وما فيهوش اي مشكلة، بتنطق زي الانجليزي بالظبط، زي كلمة بيتي يعني رجاء او من فضلك. بعد كده حرف الـ T زي في الانجليزي بالظبط، ممكن يتنطق زي الـ S او زي الـ K، زي كلمة سنت او كافيه. اما لو جاب بعد منه حرف الها اللي هو اتش بالانجليزي ممكن يتنطق زي الخ بالعربي او شين او كاف، فبنقول بوخ يعني كتاب، ايش يعني انا، كاوس يعني فوضى. حرف الدي وده بيتنطق زي الدي بالانجليزي عادي جدا، زي كلمة دينستاج. حرف الاي خد بالك ان ده اسمه ا وده اسمه اي وده اسمه اي، عشان دول مختلفين عن الانجليزي. ده اسمه درسناه خلاص زي ابفل، ده اسمه زي اسن، ولو جه بعد منه حرف الاو بيتنطق اوي زي كلمة اويرو. حرف اف بيتنطق زي الاف بالانجليزي عادي، زي كلمة فراو او فغاو يعني امرأة. حرف الجي زي جوت يعني جيد. ها حرف الها لما بيجي في الاول بتنطق زي الاتش العادي خالص زي كلمة هاند، لكن لما بيجي في النص ما بيتنطقش وبيطول الحرف اللي قبله، بيمط الحرف اللي قبله شوية زي كلمة جين. لاحظ ان انا ما نطقتوش، بس حرف الاي اللي قبله ما قلتش جين، قلت جين، طولته شوية. انا حطيت لك نقطة حمراء تحت الحرف عشان افكرك كل مرة ان الحرف سايلنت. الحرف ده احنا لسه قايلين اسمه، اسمه اي، عشان بيتنطق اي كده زي ايش، ايش يعني انا. وهفكرك تاني تفرق ما بين الثلاث حروف دول، حرف الا حرف الاي حرف الاي، ا اي اي زي كلمة ايش. ولو جه بعد منه اي يعني اي اي بيتنطق بنطوله شوية يعني بنقول ليبي. ولاحظ برضو ان انا نطقت حرف الاي الاخير، ما بنطقوش بالانجليزي بس بنطقه بالالماني، فبقول ليبي. لكن لو عكسناهم يعني حطيت الـ A الأول وبعد كده الـ E بيتنطق I زي كلمة Ice، كلمة Ice يعني آيس كريم أو تلج يعني Ice. أما لما بيجي كده المقطع ده اللي هو E G ورا بعض بيتنطق زي الشين، فبنقول Dreisisch. لاحظ إن هنا في A E وده بيتنطق I، لسه شرحينها أهو. والحرف اللي بعده ده كأنه دبل S بالظبط، ده اسمه استت يعني زي الدبل اس كده بالظبط، تمام؟ فبننطق الكلمه دي دراي سيش، دراي سيش. نبص بقى للكلمه دي، لو تلاحظ هنا الكلمتين شبه بعض بالظبط، بس هنا اي اي وهنا العكس اي اي، يبقى الاي اي بتتنطق كانها اي ممدوده، فبنقول فين. خد بالك ان الحرف ده هنشرحه كمان شويه بيتنطق في، فبنقول فين. لكن لو عكسنا هيبقى فاين، عشان المقطع ده بيتنطق اي، يبقى دي فين دي فاين. حرف اليوت اللي هو جي بالانجليزي بس بيتنطق زي اليه كده بالعربي، والكلام ده في معظم اللغات اللاتينية، حتى في العربي احنا بنقول يابان ما بنقولش جابان، ما بنقولش جاسمين بنقول ياسمين. الالماني نفس الكلام بنقول يابان ما بنقولش جابان، يعني هي الانجليزي اللي طلع كده. حرف الكي زيه زي الانجليزي بالظبط، زي كلمة كوخن يعني كيك. حرف ال
احنا اخدناها قبل كده كلمة ليبي، وقلنا هي بتتنطق كده ليه؟ لان الحرفين دول لما بيجوا ورا بعض بيبقى كأنها اي ممدودة كده، وحرف الايه الاخير ده بننطقه، فبنقول ليبي. بعد كده ام زي كلمة من يعني راجل، حرف الان زي كلمة ناين برضو نطقناها كده ليه؟ عشان الاي اي لما بيجوا ورا بعض بتتنطق اي، يبقى دي ناين يعني لا. حرف او زي او بالانجليزي عادي جدا، وخد بالك ان الحرف ده اسمه او يعني ده او 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 او، زي كلمة تختر يعني بنت، وجمعها تشتا يعني بنات. لاحظ برضو نفس الكلام النقطتين اللي فوق الحرف الاوملاوت، يبقى ده او اوملاوت. التي ها لما بيجوا بعد الاو بيتنطقوا زي الخ كده، فدي الكلمة دي تختار، لكن لما الاو بيبقى فوق منها اوملاوت بتضيع القاعدة، عشان كده دول بتتنطق شين عادي. يبقى هنا يبقى التي ها بعد الاو العادية بتتنطق زي الخ، لكن بعد الاو املاوت بتتنطق زي الشين، عشان كده دي اسمها تختر لكن دي تشتر. حرف البي زي كلمة ابفل تفاحة، اخدناها قبل كده مع حرف الآ. حرف الكو بيتنطق زي حرف الكي عادي جدا، ولكن لما بيجي بعد منه او بيتنطق كفاج كفاج، بيتنطق يعني كأنه كي في، فبنقول الكلمة دي كفاج يعني لما مؤاخذة في كلمة قمامة. بعد كده حرف الار ده بيتنطق يا اما تتنطقه زي الار بالانجليزي او الاغ بالفرنساوي، يعني ممكن تقول غاديو او راديو، ممكن تقول فغاو او فراو عادي جدا، اختلاف لهجات. اس ده بيتنطق زي الزد كده، فبنقول زوني زوني يعني شمس زوني. والمقطع ده على بعضه اللي هو اس سي ها بيتنطق شين، فبنقول طاشي يعني حقيبة، ولما بيجي بعد منه بي بيتنطق شبا، يعني بيتنطق كأنه شين كده، فبنقول شبورت. ولما بيجي بعد منه تي نفس الكلام بيتنطق زي الشين، فبنقول شتراسي. لاحظ ان ده حرف الاس اللي هو دبل اس اهو انا عامله لك بالاحمر، بيتنطق زي الاس عادي جدا. يبقى حرف الاس بيتنطق زي الزين، فبنقول زوني. ولما بيجي المقطع ده اللي هو اس سي ها بيتنطق زي الشين، فبنقول طاشي. ولما بيجي بعد منه بي او تي بيتنطق شين، فبنقول سبورت او شتراسي. حرف التي بيتنطق عادي زي التي، اخدناه من شويه كلمه طاشي فقلتها لك تاني. لما بيجي بقى المقطع ده على بعضه، المقطع ده بالانجليزي بيتنطق شان يعني الكلمه دي انفورميشن، بالفرنساوي بيتنطق سيون انفورماسيون، لكن بالالماني بيتنطق تسيون يعني كانه كده كانه تي اس اي او ان تسيون، فبنقول انفورماسيون. حرف الاو قلنا ان هو يشبه الحرف ده، ده او ده او، زي كلمه كوخن اخدناها قبل كده، كوخن يعني كيك. ولكن لو بقى او املاوت زي ما اتفقنا ان الحرف اللي بعده ما بيبقاش خ بيبقى شين، لسه قايلينها القاعده دي، زي كلمه تختر. حرف الاو لما بيجي بعد منه تسي ها بيتنطق خ يبقى تختر، لكن لما الاو بيبقى عليه املاوت بتتنطق شين فبتبقى تشتر. نفس القاعده بالظبط في حرف الاو، بنقول كوخن لكن لما بيبقى املاوت بيبقى كوشن. حرف الفاو بيتنطق زي الفه عادي، فتا يعني اب زي فادر كده بالانجليزي، وممكن بعض الكلمات الاجنبيه بيتنطق في يعني زي كلمه فيروس يعني فيروس. في ده بقى اللي بيتنطق زي الفي بالانجليزي، فبنقول فاجن يعني عربيه او سياره. حرف ابسلون سيبك من اسم الحرف، حرف ابسلون ده بيتنطق او، فبنقول توب يعني يكتب. اي جوبتن يعني مصر، لاحظ ان دي ا املاوت عشان كده قلت اي جوبتن ما قلتش ا. وحرف الجي بيتنطق زي الجيم عادي، وبعد كده حرف الابسلون بيتنطق يعني او كده، وبعدين بقيه الحروف عادي جدا فبقول اي جوبتن. بعد كده حرف التات زي كلمه تسوج يعني قطر، او تين يعني الرقم 10. برضو انا بفكرك ان حرف الها اللي جه في النص ده سايلنت، عشان كده اعمل لك نقطه حمراء تحت منه، فبيمط الحرف اللي ما بيتنطقش وبيمط الحرف اللي قبله، بقى دي تسين. وخد بالك ان ده بيتنطق كده تسا تسوج تسين.